تم الافراج اكيد اكيد عن اخوه الحمد لله وكويس وزي الفل وما فيش مشاكل، ولكن اثرت عليه شويه ما فيش كلام. محمد شوقي ادي على طول روبين تمرير عميقه، لا 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 ده باص ده برجليه ولا بايديه، لا 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 لا. اول اهداف اللقاء، اول اهداف اللقاء، نعم احمد السيد في مرمى، وكان بايرن ميونخ اكبر احمد السيد انه يسجل هدف في مرمى. لكن سيبوكم من كل ده، شوفوا روبن عمل ايه. العالم المانيا موجود في استاد الدوحه اليوم، مشجعين في كل مكان، ما فيش كلام، فريق كبير، فريق محترم. نصف ساعه احتاجوا عشان يسجلوا. بصوا روبن عمل ايه، شالها، ولما شالها نزلت على الارض عشان ما تزيدش، والاستلام كان جميل. اصرار مره اولى، اصرار مره ثانيه، ما فيش تسلل رغم تقدم الحارس، ان في اثنين مدافعين راجعين في الخلف، واحمد السيد فقد الاتزان، فقد الكوردينيشن الجيد في اللعبه الاخيره، وفي مرمى يسجل احمد السيد اول اهداف فريق بايرن ميونخ في اللقاء. 1-0. اصغر مساعد دولي في العالم هو المساعد طالب سالم، مساعد وحكم مساعد، وهدف تعادل، التعادل، التعادل. محمد بركات عملها، محمد بركات بهدف تاريخي، هدف ذهبي، هدف تاريخي للاعب ذهبي ولاعب تاريخي، ليس فقط للنادي الاهلي بل لمصر كلها بل للوطن العربي كله. فبركات احد افضل اللاعبين في الكره المصريه في ال 15 سنه الاخيره، ابن ال 36 عام، بركات ملك الحركات، بركات ينبوع المهارات، يتقدم النجم الكبير ويخترق دفاعات اقوى دفاعات العالم في اقوى فرق العالم بايرن ميونخ، يخترق وينطلق ويتقدم. تمريره فعل ما كان يفعله بايرن ميونخ، انطلق وتقدم، ومن لمسه واحده حطها على يمين حارس المرمى افضل حراس العالم نوير، يا جماله يا جماله، على يمينه حطها له ليتقدم بالفعل باول اهداف النادي الاهلي. 1-1. هدف جميل يعيد الثقه للاعيبه النادي الاهلي والجماهير، بل الاعلاميين، بل المتابعين، بل فابيو جونيور، وضربه ركنيه، لا 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 لا، ثوره الاهلي تعود من جديد. شوط اول لبايرن ميونخ، شوط ثاني الاهلي، هدف لكل فريق، وشريف اكرامي، والهدف الثاني، الهدف الثاني خطا من شريف اكرامي والدفاع، وهدف مع الدقيقه 94 ليعوض فريق بايرن ميونخ ويرد الاعتبار لخسارته من 34 سنه في مصر امام النادي الاهلي بهدفي شريف عبد المنعم وبيبو، ينجح بعد مرور 34 سنه اوليتش النجم الكرواتي الكبير في ان يسجل الهدف الثاني. لحظه خروج الكره، شريف اكرامي غير الاتجاه، الكره صحيح غير مكانه لكنه وقع بشكل مش طبيعي في وجود فان بويتن ليجدها اوليتش المهاجم المخضرم بديل جوميز في الشوط الاول، ليتقدم بايرن ميونخ 2-1. نعم سيخسر الاهلي اللقاء ولكنه سيفوز باحترام الجميع، اجهاد ما بعده اجهاد، تجربه جاده جدا، مفيده جدا، ثقه كبيره للاعبين بغض النظر عن النتيجه.
متنساش السبسكرايب واللايك المتين والكومنت.